السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب الصف الأول الثانوي. النهاردة إن شاء الله هنناقش راوند أب 3، كتاب ستودنت بوك. هنحل الأسئلة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ أول حاجة بالفوكابلري. choose from A B or C. the first question، أول سؤال، I need a space to reach that shelf. أنا محتاج إيه؟ I need، أنا أحتاج إيه علشان to reach that shelf، علشان أصل لهذا الرف. يا ترى I need a helmet، I need a ladder، or I need equipment. helmet معناها خوذة، أكيد مش هنحتاج خوذة علشان نوصل للشلف. شلف ده اللي هو رف، يعني بيكون رف كده بنحط عليه الكتب في اي غرفة، او بنحط عليه ايه اشياء مهمة زي الصور او كده. طيب المهم، لادر اللي هي سلم، يا ترى هتقول انا محتاج سلم علشان اوصل هذا الرف، ولا محتاج equipment معدة؟ طبعا the correct answer will be I need a ladder. يبقى I need a ladder to reach that shelf. number 2، there were only 50 space on the plane. كان في بس 50 ايه on the plane، على الطائرة. يا ترى كان في 50 destinations. destination اللي هي وجهة السفر، يعني المكان اللي انت بتسافر فيه. يعني لو انت مسافر ايجيبت، مصر هتكون طبعا destination، وجهة السفر بتاعتك ايه؟ ايجيبت. لو مسافر لندن هتكون وجهة السفر ايه؟ لندن. والله كان في 50 passports، كان في 50 جواز سفر. ولا number C، there were only 50 passengers. لا طبعا، the correct answer will be there were only 50 passengers، كان في بس 50 مسافر on the plane. number 3، where is Kim؟ هنا بيسأل عن Kim. A سأل، قال where is Kim. B، she is his best dinner. هي بتعمل ايه للدينر، العشاء؟ يا ترى هي she is preparing dinner، بتحضر العشاء. discovering dinner، بتكتشف العشاء. expecting dinner، يعني بتتوقع العشاء. طبعا she is preparing dinner، she is preparing dinner. number 4، you should go to the south space of France. there are lots of beautiful towns by the sea. you should، بينصحه بيقول له يعني يجب عليك ان انت تذهب الى ساوث الجنوبي. جنوب ايه بقى؟ of France، الجنوب ايه من فرنسا. there are lots of beautiful towns by the sea. دايما في كل الاسئله حاول تدور على مفتاح حل، تدور على كلو، مفتاح للحل بتاعك. يبقى هنا you should go to the south ايه. طيب هنا مفتاح الحل عندنا by the sea، ايه بقى اللي بيكون by the sea؟ towns by the sea، مدن قريبه من البحر. يبقى you should go to the south valley، تذهب للوادي الجنوبي من فرنسا، ولا للكوست، ساحل الجنوب الفرنسا علشان موجود هناك الكثير من المدن الجميلة، ولا كليف منحدر. طيب الكوست هو المكان القريب من البحر، بيكون مبنى عليه المدن. يعني المدن اللي هي مبنية بالقرب من البحر بنقول عليها مدن ساحلية، لان المنطقة دي بيكون اسمها منطقة الايه؟ منطقة الساحل. يبقى هنا طبعا we should go to the south coast. number 5، عبد العزيز lives in a space area، it's nice and quiet. هنا بقى الكلوز اللي عندنا، عبد العزيز بيعيش في منطقة ايه؟ it's nice and quiet. nice يعني لطيفة، او لطيفة. quiet معناها هادئة. nice and quiet، لطيفة وهادئة. يا ترى عبد العزيز بيعيش in a crowded، منطقة مزدحمة، ولا comfortable، مريحة، or peaceful. طبعا peaceful equals nice and quiet، يبقى the correct answer will be peaceful. number 6، we had a space time in New York last winter. We had a space time in New York last winter.
قضينا وقت ايه في نيويورك لاست وينتر، شتاء الماضي؟ يا ترى قضينا وقت كوزي unforgettable or suitable؟ طبعا قضينا وقت unforgettable يعني وقت لا ينسى. Number 7, you can space a car and explore the island. It's beautiful. تقدر تعمل ايه لسيارة العربية، تقدر تعمل ايه العربية and explore that the island، وتستكشف هذه الايه الجزيرة. It's beautiful، الجزيرة ديت ايه beautiful، جميلة. طب يا ترى العربية دي you can hire، نستأجر، include يشمل، all attract يعني يجذب. طبعا you can hire، تقدر تستأجر عربية أو سيارة وتستكشف هذه الجزيرة. Number 8, excuse me sir، من فضلك سيدي. You are not، أنت لست، is best to use your mobile in here، أنت ليس necessary، ليس من الضروري أنك تستخدم الموبايل بتاعك هنا، ولا you aren't possible، ليس ممكنا أن تستخدم تليفونك هنا، ولا you aren't allowed. طبعا the correct answer is you are not allowed، يعني ليس مسموحا لك انك تستخدم تليفونك في هذه الايه في هذا المكان. match public room boarding youth wifi flight mountain card attendant service connection transport range hostel. طيب the first one public هنوصلها بالترانسبورت، هتبقى public transport يعني مواصلات عامة. room service، room service اللي هي خدمة الغرف بتكون في الفنادق، طبعا دي مشهورة جدا. boarding معروفة طبعا، boarding card اللي هو كارت صعود الطيارة أو بطاقة صعود الطائرة، يكون مكتوب فيها رقم المقعد ومكانه. youth hostel اللي هو نزل الشباب، تلاقي في بعض الجامعات كده تقريبا يعني معظم الجامعات بتلاقي فيها youth hostel، ده مكان اسمه نزل الشباب، لما يكون في شباب جايين من جامعة تانية بيقعدوا فيه وبيعملوا فيه ندوات وبيناقشوا فيه بعض الأمور، وكمان لما بيكون في مسابقات بينزلوا في اليوث هوستل ده، يعني مكان بيستضيفوا فيه الشباب بيكون في الجامعات. واي فاي كونكشن معروفة، واي فاي كونكشن. فلايت اتندنت اللي هو مضيف طيران أو مضيفة طيران. mountain range اللي هي سلسلة سلسلة جبال. moving to the next question circle the correct words Andy hey Oliver could or may you drive me to the airport tomorrow evening. خلينا نشوف الأسئلة كلها وبعدين نبدأ نفكر في الإجابات. Andy said, hey Oliver, could or may you drive me to the airport tomorrow evening? طيب هنا هو بيطلب منه شيء، لطلب شيء من شخص بطريقة مهذبة، بنستخدم طبعا بطريقة مهذبة جدا، يعني أعلى درجات الأدب في الطلب أنك بتستخدم بتستخدم could. يبقى هنا the correct answer will be could. Could you drive me؟ يعني ممكن لو سمحت أنك أنت توصلني المطار. Oliver said, at what time؟ في أي وقت أنت عايز؟ Andy said, well, my departure time. My departure time، departure time ده اللي هو وقت المغادرة، وقت الإقلاع، is 10. So I need or must to be there at around 8. طيب تعال نفكر هنا في الإجابات. أولا must معناها يجب أن الإلزام، وبنسبة 90% بيكون إلزام داخلي من الشخص، يعني محدش بيفرض عليه، يعني زي ما تقول كده I must do my homework، I must visit a doctor، I'm very ill. يبقى must هنا إلزام إلزام داخلي. طيب
وكمان ماست ما يجيش بعدها تو، يعني ما ينفعش تقول ماست تو، يبقى اجبار هنختار ايه؟ نيد. نيد معناها يحتاج، انا احتاج I need to be there at around 8. بعدها Oliver said okay then I'm working till 7 and then I just could or have to get my car from the garage. طبعا ما ينفعش ان نختار ايه، نختار كود، لان احنا قلنا كود ديت بنستخدمها قبل كده، قلنا ان كود بنستخدمها للتعبير عن القدرة او الاستطاعة في الماضي، وكمان بتستخدم للطلب بأدب لما تكون عايز تطلب شيء من شخص بس بطريقة ايه، بطريقة مهذبة. يبقى هنا ايه الاجابة هتكون have to، معناها يجب ان I have to I just have to get my car from the garage so I can ولا may come by your house at 7:30. طبعا هنا الاجابة هتكون ايه، can. I can. Andy said that sounds fine but you don't have to or mustn't be late. طب لو احنا جينا نختار don't have to، don't have to دي معناها isn't necessary، يعني ليس من الضروري. don't have to و needn't و don't need to و doesn't need to و doesn't have to، كل دول معناهم ايه؟ معناهم ليس من الضروري ان. طيب لكن هو هنا هيقول له، يا ترى هيقول له that sounds fine but you don't have to، but you don't have to be late، ولا but you mustn't be late. ينفع يقول له ليس من الضروري انك تتأخر ولا لا يجب ان تتأخر؟ طبعا the correct answer will be mustn't. You mustn't be late. لا تأخر، لا يجب عليك انك تتأخر. I don't want to miss my flight. Oliver said needn't or you needn't or don't need worry. طيب ايه الفرق بين needn't and don't need؟ هما الاثنين لهم نفس المعنى بتاع don't have، يعني don't have هنا معناها ليس من الضروري ان، needn't برضو معناها ليس من الضروري ان، و don't need برضو معناها ليس من الضروري ان. طيب الفكرة ان don't need لازم يجي بعدها to، يعني اقول you don't need to or he doesn't need to، يعني لازم هنا يكون في to. لكن needn't ينفع تيجي كده لوحدها بدون to، يعني اقول هي اصلا كده مش ينفع، لا ده هي كده، اقول you needn't وبعدين plus infinitive without to، يجي بعدها المصدر بدون to directly. طيب هنا في السؤال ده احنا ما عندناش هنا to، يبقى اجبار هناخد ايه؟ هناخد needn't. Andy said thanks thanks oh one more thing she كمان may ولا must I borrow your camera. Oliver قال له yes of course. طيب هنا هو بيستأذن منه او عايز يستلف منه الكاميرا، فيا ترى هيقول له may I borrow your camera ولا must I borrow your camera. هنا طلب لطلب شيء من شخص، ما بنختارش طبعا ايه must، بنختار ايه may. can I may I could I، كل ده بنستخدمه للطلب. بعدين complete with the correct form of the adjectives in practice in brackets student book page 52. طيب ركز معايا بقى هنا بقى، بسم الله. بيقول لك هنا this is the space وبعدين dark cave I have ever been in. طب احنا قلنا been لها two pronunciation، you can say been or been both are right. يبقى this is the. طيب اولا تعال نبص للصفة dark. dark short adjective صفة قصيرة، وهنا ذا معناها ان انت هتعمل تفضيل باستخدام الصفة القصيرة. لما نيجي نعمل تفضيل باستخدام الصفة القصيرة، اي صفة قصيرة زي dark tall short small big، طيب بنعمل ايه؟ بنجيب الصفة القصيرة زي dark كده اهي short adjective، بنضع قبلها ذا وبعدها est. فهنا هتكون this is the وبعدين dark ونزود لها est، تبقى this is the darkest cave I have ever been in. number 2 Mrs. Noha's class، فصل Mrs. Noha is space هنا noisy after that than Mrs. Afaf's. طيب هنا عندي than، مع أول ما نلاقي than نعرف ان دي مقارنة. طيب بعدين نبص للايه، نبص للصفة اللي قبل than، هل الصفة دي قصيرة أم طويلة؟ طيب هنا النويزي عندك short adjective صفة قصيرة، لما أجي أعمل مقارنة بين فصل مسنوها ومسعفاف باستخدام الصفة القصيرة noisy
هنجيب الصفة القصيرة هنا ونزود لها ER ونحط بعدها than، فهتبقى Mrs. Noah's class is noisier than Mrs. Afaf's. بس خد بالك من نقطة بقى، ان هنا عندك الصفة noisy بتنتهي بايه؟ بحرف الواي. طب يعني ايه؟ قبلها حرف الاس، حرف الاس ده حرف ساكن، اذا هتحذف الواي او بطريقة تانية هتشيل الواي وتحط مكانها IER، او تحذف الواي وتضع I وبعدين تزود ال ER. المهم ان الواي هتتغير لايه؟ the letter Y هنغيره للليتر I وبعدين للفاول I وبعدين هنزود ال ER بتاعتنا. طيب هتبقى الإجابة Mrs. Noah's class is noisier than Mrs. Afaf. Number 3. The black armchair is not as comfortable as the brown one. أول ما نلاقي طبعا as و as we use it to express equality between the two things which we are comparing، بنستخدمها للتعبير عن عن المساواة في الشيء في الصفة بين الشيئين اللي احنا بنقارن بينهم. يعني لما اقول علي is as tall as محمد، يعني هنا علي ومحمد نفس الطول، ندى is as short as نهى، هما الاثنين كده نفس الطول، يبقى as و as بنستخدمهم للتعبير عن الايه؟ عن المساواة. واز و as يجي بينهم الصفة، whatever الصفة كانت short adjective or long adjective، كانت صفة صفة قصيرة او صفة طويلة، الصفة بين as و as تأتي كما هي. فهتبقى هنا طبعا ايه the correct answer، هنا طبعا as و adjective و as بنستخدم الصفة كما هي، فهتكون الصفة هتكون الجملة the black armchair is not as comfortable as the brown one. هنا انا ما زودتش اي حاجة للصفة، ليه؟ لان هنا عندك as و as تستخدم للمساواة ويجي بينهم الصفة دون اي اضافات. Number 4. Ben bought the space وبعدين impressive painting in the gallery. طيب هنا هنبص للصفة impressive. صفة impressive دي long adjective، صفة طويلة. لما نيجي نستخدم الصفة الطويلة في التفضيل، ده تفضيل طبعا. طب انت عرفت ازاي ان هو تفضيل؟ لان هنا عندي ايه؟ ده تفضيل. في التفضيل بنضع قبل الصفة الطويلة the most، أقول the most impressive، the most beautiful، the most expensive، the most dangerous، okay and so on. يبقى been bought the most impressive painting، يبقى هنا ناقصني ايه؟ the most، بتبقى been bought the most impressive painting. طيب خد بالك ان لما كان عندي صفة طويلة في المقارنة استخدمت في التفضيل وضعت قبلها the most، لكن لما كان عندي صفة قصيرة في التفضيل حطيت قبلها the وبعدها est. يعني احنا في التفضيل بنضع للصفة القصيرة نضع بعدها est وقبلها the. طب الصفة الطويلة بنضع قبلها the most or the least. The same thing، نفس الشيء. My hand luggage was as وبعدين هنا space وheavy as. عايزك تغير في الصفة heavy. أوكي هنا عندي as وas، زي ما قلت إن as وas بيجي بينهم الصفة بدون أي إضافات، يبقى my hand luggage was as heavy as my suitcase so I had to check it in. طيب Sunday is the، هنا the is base وبعدين bad day of the week for me. صفة bad من irregular adjectives. Irregular adjectives زي for example the adjective good. Good we use good to describe someone only، عشان أوصف بها واحد لوحده، أو العلي is a good boy، ندى is a good girl. ولكن لما اجي استخدمها في المقارنة بين اتنين، بين علي وبين محمد for example، على سبيل المثال، ما ينفعش تستخدم good، تستخدم بدلا منها better. يعني والعلي is better than محمد، او محمد is better than علي. طيب في التفضيل بنستخدم the best. طيب الصفة bad بقى زي الصفة good بالضبط، لما اجي اوصف واحد لوحده اقول bad، او العلي is a bad boy، او وليد is a bad boy، تمام؟ ده كده انا بوصف وليد لوحده. لكن لما اجي اقارن بين وليد وبين نادر ما استخدمش bad، استخدم worse. يعني اقول وليد is worse than نادر.
طيب في التفضيل نستخدم the worst أو الوليد is the worst boy in the class. طيب فهنا عندنا Sunday is the، عايزك تستخدم الصفة bad دي في التفضيل. القاعدة بتقول لنا إن bad نوصف بها واحد لوحده، لما اجي اقارن بين اتنين بين علي وبين وليد ما استخدمش باد، استخدم وورس. لما اجي انا شرحت الكلام ده طبعا، لما اجي استخدم الصفه باد في التفضيل ما ينفعش انك انت تستخدم باد ولا وورس، انما تستخدم بدلا منها worst. يبقى هنا Sunday is the worst day of the week. يبقى احنا هنا باد خليناها ايه worst لان ده تفضيل، هنا بيقول ان يوم الاحد هو اسوأ يوم بالنسبة له. The food was هنا space spicy than we expected and we had trouble eating it. طيب بص يا بطل، هنا عندنا than معناها ان هنا ايه، ان هنا ده مقارنة. لما اجي اعمل مقارنة باستخدام الصفة القصيرة زي ما قلنا قبل كده، بنجيب الصفة القصيرة دي بنزود لها ER وبعدها نحط ايه than. طب احنا عندنا than اهي، يبقى ناقصنا ال ER. بس في مشكلة ان هنا في اخرها y، خلي ال y I وبعدين زود ER، او بطريقة تانية زي ما الكتب بتقول بنحذف ال y وبنضع I ER، فهتبقى the food was دي طبعا الرول short adjective ER plus than، هتبقى الاجابة the food was spicier than we expected and we had trouble eating it. طيب حلو، عجبتني طريقة الشرح ديت اللي هو يعني ان انا اكتب الشرح كل سؤال القاعدة بتاعته كده قدام. الله المستعان. Read the direct questions and the form indirect questions. ده بقى ايه، انت هتقرأ الايه direct questions الاسئلة المباشرة وهنحولها from direct into indirect. طيب نشوف الأسئلة في الأول وبعدين نشوف هنعمل إيه. The first question هنا who is that man؟ السؤال ده سؤال مباشر، سؤال إيه مباشر، لأنه يحتوي على الشروط، على شروط تكوين السؤال المباشر اللي هو في أداة استفهام بعدين في فعل مساعد بعد كده فعل بعدين فعل أساسي. طيب لما أجي أحول السؤال دون أو أي سؤال تاني من سؤال مباشر لسؤال غير مباشر لازم أبدأ بالعبارات اللي هي إيه، أي عبارة من دول. Do you know excuse me can you tell me excuse me could you tell me. تمام، وبعدين أعمل إيه، وبعدين خلينا بقى نشرح بطريقة بسيطة جدا. هنا لما تلاقي السؤال سؤال زي كده who is that man، سؤال زي كده لما تلاقي في is أو are هنا، بس خد ال is وال are وديها في الآخر، فهتبقى do you know هنكتبه زي ما هي، that نكتبها، man نكتبها، وبعدين is نوضعها فين في الآخر، فهتبقى ايه excuse me هتبقى sorry do you know who that man is. طيب اللي بعدها number 2 what does this word mean. طيب السؤال ده برضو اولا لازم نكتب الفريز في الأول اللي هي excuse me can you tell me، لازم تكتب في الأول. طب بعدين لما نلاقي في السؤال does، لما نلاقي في السؤال does زي كده نحذف does، لازم تحذف نحذفها، وبعدين ندور على الفعل what does this word mean، فين الفعل اللي هنا، الفعل اللي هنا mean، نحذف does نحذفها ونضع في الآخر بعد مين، نضع بينها إيه بعدها is، فهتبقى إيه excuse me can you tell me what this word means. يبقى أنا لما لقى is أنقلها في الآخر، لما لقى does أحذفها وضع للفعل في الآخر إيه is. Where is the bathroom. هنا طبعا الفريز مش كاملة، إحنا هنكملها. طيب هنكتب هنا في كان صح، هات يو تيل مي من فوق، هتبقى وير از ذا باث روم، هنكتب كده كان يو تيل مي، وبعدين السؤال ده في از اهو زي السؤال الاول كان في از، ناخد از نخليها في الاخر بس كده، ونكتب كل حاجه زي ما هي، فيبقى طبعا ايه كان يو تيل مي وير ذا باث روم از. نمبر 4 وين ديد Mr. Carter leave the building. هنا بقى ده سؤال دايركت مباشر بس ما فيهوش does، امال في ايه، في did. لما تلاقي did يا بطل احذف did،
نحذفها طبعا زي ما حذفنا does، هنحذف ايه؟ نحذف did، ونخلي الفعل اللي موجود في الجملة نخليه past، نحوله الماضي. فهتبقى هنا do you، لازم اكمل الفريز بتاعتي، فهتبقى do you know نكتبها هنا، وبعدين when نكتبها، did هنحذفها، Mr. Carter نكتبها. leave بقى ده الفيرب، ده الفعل، give the past of leave left، وبعدين نكمل السؤال بتاعنا. يبقى احنا عملنا حاجتين، حذفنا did وleave خليتها ايه؟ left. ودو يو نو، طب ودو يو جبت لها نو من فوق بس، هيبقى السؤال كده، do you know when نكتبها، did حذفناها، Mr. Carter كتبناها، leave خليناها ايه؟ left. يعني انت لما تلاقي did احذفها وخلي الفعل past، خلي الفعل ماضي. لما تلاقي does احذفها وزود للفعل is. لما تلاقي is في الاخر، is لما تلاقي is اكتبها في الاخر. تبقى do you know when Mr. Carter left the building. طيب question number 5 بيقول لك how much do these boots cost. cost how much do these boots cost، يعني كم يكلف البوت ده. طيب اولا هنكمل الفريز بتاعتنا could، فهنجيب لها ايه؟ you tell me نكتبها هنا، وبعدين how much هنكتبها هنا في do. زي ما انت حذفت does من هنا وحذفت did من هنا، تحذف برضو ايه؟ do. بس لما تحذف do ما تزودش اي حاجة للفعل، ما تزودش حاجة للفعل، نكتب الverb زي ما هو. هيبقى could you tell me how much نكتبها، do هنحذفها، these نكتبها، puts نكتبها، cost نكتبها. هيبقى could you tell me how much these puts cost. بس يبقى في الدايركت والاندايركت كويشن، في تحويل الدايركت كويشن للاندايركت كويشن، لما نلاقي is بنكتبها في الاخر، اللهم صل على النبي، لما نلاقي does بنحذفها ونكتب اس للفعل في الاخر، نزود الفعل اس نخليه present اس or es على حسب الفيرب طبعا. لما تلاقي is نكتبها زي كده في الاخر. لما نلاقي did نحذفها ونخلي الفعل بدل ما هو present نخليه past، نخليه ماضي. لما نلاقي do نحذفها بس ونكتب كل حاجة زي ما هي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.